تبي الأوفيس يتنقل معك وين ما رحت؟ خلك معنا. في بداية الفيديو نحب ننوه أن التطبيقات متوفرة على متجر جوجل ومتجر أبل وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية. كلنا نعرف أهمية تطبيقات الأوفيس، ولهالسبب مايكروسوفت وفرت تطبيقاتها في متاجر الأجهزة النقالة من هواتف وأجهزة لوحية وغيرها. التطبيقات هي مايكروسوفت وورد، إكسل، باوربوينت، وون نوت، وتم تصميمها بحيث تستخدمها في أي مكان وفي أي وقت ومع أي شخص بفضل ميزة مشاركة المستندات والتعاون في تعديلها. ولو اضطريت أنك تنتقل من الكمبيوتر إلى الجوال وتكمل التعديلات، راح تلقى التطبيق حافظ آخر التعديلات اللي أنت سويتها. تطبيق مايكروسوفت وورد والمعروف لكتابة المقالات والتقارير والتعديل على المستندات صار الحين بين يديك وين ما رحت، وبنفس جودته وفعاليته على نسخة الكمبيوتر. تقدر تختار قوالب جاهزة للتعديل عليها أو إنشاء مستند جديد، مع توفير الأدوات المعروفة للتعديل على المستند مثل تغيير اللون، إضافة صور، وإنشاء جداول وغيرها، وتقدم هذه النسخة قارئ مستندات PDF. أما تطبيق الإكسل يستخدم في المخططات والجداول والحساب والمعادلات الدقيقة وإخراج النتائج بطريقة سهلة وسريعة، وتتوفر قوالب جاهزة للبدء بالمشروع بشكل أسرع. وتطبيق الباوربوينت راح نحتاجه بشكل كبير في تقديم البرزنتيشنز أو العروض. وأخيراً ون نوت يعتبر المسودة المصغرة الخاصة فيك، وتقدر تكتب أي ملاحظة بشكل سريع من خلاله، أو تنشئ دفتر ملاحظات وتحدد ألوان مختلفة عشان تقدر تميز بينها. مع العلم أن الملاحظات ما تقدر تشاركها مع الغير عكس باقي تطبيقات الأوفيس، لكن عندك الخيار في إرسالها لأي شخص بالبريد الإلكتروني. عطونا رأيكم باستخدام تطبيقات الأوفيس على الجوال، هل تحسونها بتكون عملية وتختصر لكم الوقت والجهد؟ يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.